طلاب الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن درس من دروس النصوص، درس بعنوان حق الاخر. معانا ايات من سوره الحجرات، هذه السوره التي يسميها العلماء بسوره الاداب. تعالوا بنا نتعلم بعض هذه الاداب من هذه السوره. بص الايات اللي معايا ونحاول نقراها ايه ايه. الايه الاولى، اسمع معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. شرح الآية، إنما المؤمنون إخوة، الأخوة هنا هي أخوة الدين. فأصلحوا بين أخويكم، يعني وفقوا بينهم إذا تخاصموا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية بتأمرني أو بتوضح لنا أن المؤمنون تجمعهم رابطة الأخوة في الدين، فيجب علينا أن نصلح بينهم إذا اختلفوا أو اقتتلوا، وأن نتقي الله ونخاف من الله عز وجل في جميع الأمور، عسى أن يشملنا الله برحمته. دي كان معنى الآية الأولى، ومفرداتها واضحه ما فيهاش اي مشكله اطلاقا. بص على مظاهر الجمال اللي معايا، انها المؤمنون اخوه. هتكبر شويه اقول لك ان ده اسم مصدر قصر بانما، احنا هنختصر المساله على حضرتك ونقول لك ان ده اسلوب مؤكد بانما، اسلوب مؤكد بانما. فاصلحوا بين اخويكم، اسلوب امر غرضه الحث والالزام. واتقوا الله، اسلوب امر غرضه الحث والالزام. ده الايه الاولى. ننتقل بعد كده للايه الثانيه، نسمع مع بعض. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا
يا أيها الذين آمنوا صل لداء المؤمنين تعظيم غرض التعظيم والتكريم لا يسخط قوم من قوم نهي غرض التحذير والتحريم لا تلمزوا أنفسكم لا تنابزوا بالألقاب برضو أساليبنا للتحذير والتحريم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ده اسم أسلوب ذم بيوضح لي قبح أن تكون إنسانا عاصيا أو أن